سلام البنات، لاباس عليكم؟ هانيه كلشي مزيان؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم فيديو جديد ديال الكوتي. كوتي سهل مع شي وات بساط مع العائله والحباب. وجدنا معكم بان سويس. طريقه سهله ومع حريشه بسيطه وعاديه ومسمن. المهم كنتمنى لكم الفيديو، ما تنساونيش بلايك وتعليق، التعليق ديالكم زوينين. هنا البنات غنبداو في التحضير ديال البان سويس ديالنا. خميره بيضه وحده، خميره حمراء، 3 المعالق كبار ديال سنيده، 3 المعالق كبار ديال الحليب بودره، مع معلقه صغيره ديال الخميره ديال الدار، كاس ديال الحليب وكاس ديال الماء وزلافه ديال الفرن. ودابا غنخلطوا المكونات بالتدريج وحده وحده. والخميره البيضاء البنات درت فيها غير النص، قلت النص الاخر للكريم باتيسري اللي غندير في الداخل الحشوه. ودرت كاس ديال الحليب، خلطتو معاهم ثاني. المهم غنخلطو جميع المكونات كما قلنا. ايوا صافي البنات، راه طريقه بسيطه وسهله وكتجي واعره بحال الباتيسريات. كي كتكون في الباتيسريات كتجي فنه وهشيشه. او كنتمنى تجربوها، ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك 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 لك ضروري. ومن بعد ما خلطنا كلشي مزيان، صراحه ما كاينش بحال تخلط باليد، اليد احسن. ودابا غنبقى نديرو بسميتو، بقى نديرو الفرص بالتدريج حتى تولي عندنا عجينه متماسكه وندلكوها مزيان. بعد ما دلكنا العجينه ديالنا البنات مزيان ودخلنا فيها الزبده، دابا غنديروا كريم باتيسري اللي غنديروا لداخل ديال الحشوه. غنديروا سطور ديال الحليب مع ديك نص الخميره اللي خلينا بيضه. اللي بغى يدير الخميره كامله يديرها، ماشي مشكل، اختياريه.
مع 3 معالق كبار ديال سنيدة و 3 معالق كبار ديال كريم باتيسري. غنديروها فوق نار هادئة ونبقى نخلطو ونخلطو حتى تولي عندنا كريمة متماسكة. بالنسبه من بعد ما قطعناها على هذا الشكل ودرناها في اللاطه، دابا غندهنوا لها صفر ديال البيض وغندخلوها للفران وتكون النار هادئه باش طيب لنا على خاطرها. صراحه كتطلع واعره وكتطلع عشيشه كما في الباتيسريات، صراحه كتطلع زوينه وكنتمنى تجربوها. راكم شفتوا في الفيديو وصفه سهله وبسيطه بزاف مع مكونات بسيطه تقوم في اي دار. مهم كنتمنى يعجبكم الفيديو، واللي ما دارش سبسكرايب يديرها ويدير تفعيل الجرس باش يوصلوا اي جديد ان شاء الله، اي حاجه حطيناها توصلوا. المهم الى فيديو القادم ان شاء الله، كنتمنى يعجبكم الفيديو. وفيديو الجاي ديال التحضيرات ديال العرس غنحطوا لكم هاد الايامات ان شاء الله، وكنتمنى يعجبكم. شكرا لكم بزاف، بسلام عليكم.